مرحبا، ربي يخليك. كيدير؟ لاباس عليك؟ الحمد لله بارك الله فيك. لاله عواشر مبروكة. عينو عليك يا مدام. ربي يخليك. مرحبا. عافاك من بحال خديت النمرة ديالك من الفيسبوك. ايه ما كاين مشكل. سميسك؟ لبنى. لبنى. شحال عمرك يا لبنى؟ 27 عام. اش مدينة لبنى؟ مراكش. مراكش بالضبط لانه واحد. لا مراكش. عازي ولا فيك شي زواج؟ يعني مطلقة؟ عندك شي وليدات؟ لا. متى طلقتي؟ دابا شي 3 سنين تقريبا. 3 سنين. وعلاش طلقتي؟ ظروف عائلية. كيفاش الظروف العائلية؟ ما فهمتش. اللي مع واحد عنده شخصية. ما عندوش شخصية. حيدي لي زيكوتور. ما عندكش ريزو مزيان. تبتي اللاب. انا زاكيه وغوتي كنسمعكش. واخا دابا نغوت. هاكا قولي ليا، شو المستوى الدراسي ديالك؟ انا قريت الفاكهه. اللهم زيد وبارك في ذلك اخويا ابراهيم. سال سان كمان، يعني انت هي قاريه سال الثانوي وفاش خدامه؟ عندي ديبلوم تاع كويزين فلوتوريا. كويزين. كويزينيه. مزيانه اختي، مزيانه. اييه وفاش خدامه دابا؟ خدامه في شي اوتيل. مزيان. مزيان، الله ما يسير. امين يا ربي. ثانوي طباخه. مزيان. و دابا انت كتقلبي باغا تزوجي تمايا في مراكش نيت ولا باغا شي مدينه اخرى؟ شي مدينه اخرى. مابقاش بغيت مراكش. والخدمه ديالك غتسمحي فيها؟ ما عنديش مشكل، يكون غير راجل قد المسؤوليه ديالو. هكاك واخا. لالا كتقبلي التعدد؟ تعدد؟ نكتب شوية. ما عرفتش صراحة، العمر ما طاحت ليا الفكرة. ما طاحت ليكش بالك؟ زعما قلت لك مالين التعدد كيكونوا يعني قادرين على المسؤولية فهمتي؟ إذا كان كيف قلتيني تقادر على المسؤولية ويوفر لي السكن ديالي بعيد على الأسرة ديالي بطبيعة الحال وقاد مسؤوليته، مرحبا علاش لا؟ واخا لالا. ونسيت تقبلي تعيشي مع عائلة راجل وبغيتي تسكني بوحديتك؟ لا، بغيت نسكن بوحدي. سكن موحد. واخا لالا. محجبة انتيا؟ أييه. كديري الفرارة؟ كانت الفرارة. وكتصلي؟ متدينة. مزيان. ما عندكش شي مرض كداوي عليه؟ الحمد لله. سالمة الصحة. الراجل اللي تتقلبي عليه زعما شحال يكون في العمر ديالو؟ ما يكونش فايت 46 بحال هكا، 48. يكون قلتي من أي مدينة؟ ماشي مشكل. من أي مدينة؟ ايه الا كان مطلق مثلا، نقول ما حنا ما كاع ننقزوا من داك التعدد. كان مطلق ولا مثالي المراه وعنده الدراري والدراري ديالو ساكنين معاه؟ لا لا. يعني الا كان ارمل يلوحوا من الزنقه ولا كيفاش؟ لا حاشا. حاشا، غير بغيت نتفادى المشاكل وصافي. هادشي المهم. دابا انت هي كيصلح لك غير اللي ما عنده ولاد، ما اللي عنده ولاد ما عندك ما ديري به. غير تفادي المشاكل. تفادي المشاكل. عاد دابا انت في النظر ديالك، دابا اجي لهنا، اجي قولي لي انتي كنتي مزوجة راجل عزري ياك؟ زعما مكانوش المشاكل؟ المشاكل ديما، انا قلت لك غير تفادي، زعما نتفادى ديما كاينين المشاكل. ودابا جيتي من بعد ما طلقتي تقولي لي لا، اللي عنده دا عنده مشاكل، زعما داك اللي عزري ما عندوش مشاكل؟ لا لا، ماشي ماشي قصدت لك هكا. ماشي قصدت لك هادشي. اش قصدتي ليا؟ لا شوفي، انا زعما ما عنديش مشكل اذا كان عنده والد جوج صغار، شتي صغار ماشي مشكل. شوفي صنطي، نقول لك شتي المشاكل، راه غير انت مع راسك راه عندك مشكل، خلي عليك الاخرين. راه خصكي تعايشي، تتعايشين، تتاقلمين، تتنازلين، تتقبلين، فهمتي؟ الا ما كاينش فيك هاد المواصفات هادو ما غتفري مع حتى واحد، حتى مع صاحبتك، حتى مع امك. خصكي تقبلي الاخر بعيوبه بمميزاته بكلشي داكشي. وهادشي ما كيقريوش لنا للاسف، كيقريو لينا كلشي الهم اللي ما غينفعناش في حياتنا، وداكشي اللي خصو ينفعنا في حياتنا ما كيقريوش لنا في المدارس، وتا والدينا ما تربيوناش عليه للاسف. تتربينا الحياه، الحياه راه براسها مدرسه. انت كتربينا الحياه، ودابا المشكله ماشي كلشي كتربيه، الحياه كيوصل لهاد القناعات.
راه قليل اللي كيقدر يوصل لهاد القناعات هادو. الاغلبيه حاس براسو راه هو كا اكسيبسيونيل، شي حاجه ما دايراش، شي حاجه سوبر لوكس. واخا لاله ما كاين مشكل، دوزي عندي الواتساب صيفطي هاد الخبيرات، خليهم ليا في ميساج في الواتساب. يلا اللهم يسير اختي، يلا توكلي على الله.